ايه رايك في قرارات الفنان مصطفى كامل امبارح اصلا و... ربنا يا رب يوفقه في المنصب الجديد اللي هو فيه، وهو اكيد شايف حاجه فاحنا ادينا معاه. شايف ان في اصوات اصلا المفروض فعلا تتمنى واصوات اتظلمت؟ بص، هو انا ماليش دعوه بموضوع المنع والكلام ده، بس في اصوات في المهرجان هم اضطروا ان هم يغنوا مهرجان لان هي اكثر حاجه اللي هي السايقه السوق كله، فهم اضطروا يعملوا كده عشان يبقوا في السوق بس مش اكتر. لكن هم اصوات في مطربين ما بيغنوش شبهه، بس نقي الكلمه واللحن، يعني ما تنقيش الكلمه بس، اللحن كمان. بس لو تقول انت شواجري بطريقتك بصوت مش هي لازم كده زي ما هو قالها. عايز منك رساله دعم للفنان شيرين عبد الوهاب في الفتره الاخيره بعد ما يا ربي يحفظك ونشوفك في احسن حال، لان شيرين هي من في وقت من الاوقات دعمتني وانا صغير، وبقول لها يا ربي يوفقك ويحفظك يا رب، بس من اي شر ان شاء الله. حضر ايه جديد تاني دويتو مع حد؟ في انا العلاج مع مسلم، وفي غنوه نازله قريب ليا اسمها حلاوتي، وبس يعني، وفي مشاريع تانية فبنحضره. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي يا حبيبي.